اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامجكم مخرج طوارئ. كيف نرتقي بهذه الامه؟ كيف نعرف المشكلات؟ ما هي البدائل الصحيحه لحل المشكلة؟ ما هي الأزمة؟ أزمة مفاجئة، ضغط مفاجئ، كيف أتعامل معها؟ كيف أرتقي بالموظف؟ أين الخلل؟ وأن هذه الأمواج وهذه الرياح لا تستطيع أن تفعل لك شيئاً. وكعادته كان المدير أمل وترك العمل وعاد إلى البيت، ولكن على غير عادة. وأخيراً تذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإلى أن نلتقي معكم في برامج جديدة، استودعكم الله مخرج طوارئ. هذا البرنامج تشاهدونه حصرياً على قناة الخرج التعليمية.